طبعا الجلد، بما ان يعني ايه، تعالوا كده نفتح باكج عبيط ب 3000 جوهره. انا عارف 3500 جوهره هو من 95 ل 101. بصوا انا هفتح باكج واحد فقط عشان خاطر حلاوه الفيديو، عشان خاطر بدايته، عشان خاطر يعني ايه، انا بصراحه ربنا مش عايز اصرف في التوكنات دي، انا بحس ان هي مهمه. بس يعني خلاص بقى، خلاص بقى، عم هادي بيضحي. ورينا كده ده من 92 ل 99. لا مش عايزين احنا، شكرا. بس والله ممكن يجيب لنا فلوس، والله ممكن يجيب لنا فلوس، اللي يجيب لنا لعيبه بفلوس ولا حاجه. بس لا انا حاسه خازوق، حاسه خازوق. نفتح الباكج ده احسن. تمام يلا بينا كده. مش عامل لايك يعمل لايك، مش مشترك في القناه كده يشترك ويولع معانا الحكايه، ناخد احلى سكرين للباكج. تمام فيلا بينا كده، ظبطوا لنا الدنيا كده يا جدعان. يلا يلا هتوتس. يا رب ميسي. مين ده؟ مارتينيز. طب انهي نسخه؟ والله شيء كويس، والله والله العظيم. طب كويس فشخ، يعني فكرة ان انا يجي لي مارتينيز ده شيء حلو. بس الوحش في الموضوع ان احنا مش هنعمل بيه حاجة، يعني هو حلو كل شايفه جالنا، بس هنعمل بيه وما بيتباعش وما بيتقيدش. بس يعني حظ، حظ اسطوري صح. طيب في فيديو خاص بقى هبقى اعمل لكم بقى الباكجات دي، بس يوم الخميس. يعني احنا بس صبرنا نفسنا عشان خاطر انا فعلا بجد مفيش في ايدي حاجة اعملها غير ان احنا نخش نسكع في الجيم بلاي، ودي قناة جيم بلاي، نخش نسكع في السنة. انا حبيت كده ايه، امسع الشباب بباكش. تمام ونحتفظ بالحاجات دي وقت التوكن، وانا هلعب المهمات وحاجات زي كده، ونظبط بعد كده الاحداث. داخلين دلوقتي مليون، انا دلوقتي مليون 28 ومسكعين الدنيا، وبنلعب بلبس الاسبرتا. واللي ما شافش الفيديو اللي فات اللي غلبت فيه كريستيانو النهارده يروح يشوف. يلا اسطورة يا رباح، اسطورة يا رباح. ورينا دخلنا ضد من؟ هنري، صلاح، كرويف، زيدان، توري، ماتيوس. ماشي خلصان خلصان. يا رب الحق انزل الفيديو يا رب قبل الساعة 10 يا رب. يلا بينا. اللبس رايق يا جدعان والله، صدقوا اللبس رايق. انا بخاف من كرويف فشخ. كرويف من ضمن الناس اللي الكورة بتلزق في رجليهم وما بتتقطعش بسهولة وبترجع له تاني، يعني فاهم، بتحس كده اللي هو في ايه، طيب اللعبة يعني عايزة مني ايه بجد. ماتيوس، عاش يا ماتيوس. والله العظيم اللعبة هنجت من قوة ماتيوس، أقسم بالله. ماتيوس بص بص ما عتكش حد، وفضلت ألعب بيه كويس فشخ وراه بيه كويس فشخ. بص هيبعد، ده المفروض هدف دي. يا لهو عليك يا ماتيوس، شديد فشخ. بس معلش يا جدعان اللاج، والله بصور بقالي كتير، بصور بقالي كتير. حالا الدنيا تظبط إن شاء الله، إن شاء الله الدنيا تظبط يا رب، إن شاء الله الدنيا تظبط. طب ايه، طيب طب ايه، طب هتظبط ولا لا؟ يا رب الدنيا تظبط والفريمات تتعدل. طب ايه هتتع... ايوه تعدلت اهي، بس يا رب ما يجيش فيها هدف. بس عاش، عاش يا بلان. يا لهو عليك يا مبابي، وقعت ليه كده يا اسطى؟ ماشي ماتيوس طلع، هنتفشخ. ماتيوس مان اوف ذا ماتش، من ماتيوس النهارده عامل كل حاجه لوحده بجد. طير صالح، طير صالح، باصه زي الخرا. صلاح وبساطه ورفعته حاجه زفت يا اسطى. كان قصدي سرو يا اسطى، تعمل سرو يا اسطى. ايه ده، ايه ده، ايه ده، ده الحمد لله، الحمد لله طيرناه الحمد لله. بس الموبايل بتاعي بيهنج بيهنج بيهنج. وهالمروحه يا اسطى، هالمروحه، مالك زعلان ليه؟ معلش يا جدعان انا ببص، صورت 3 فيديوهات ورا بعض في نفس الوقت، فالموبايل بتاعي يعني فاهم بيعاقبني، يعني فاهم هو اتبضم مني تقريبا. ماشي في الجمدان منه 8 وماشي. انا بصور بقالي 38 دقيقة. طب كويس 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 ان الموبايل استحمل كل، الحمد لله والله الحمد، والله الحمد، بحمد ربنا والله الحمد لله. انا مبسوط والله في حياتي الحمد لله. قفل قفل يلا قفل. طب ايه، طب حبيب اخوك قفل يلا قفل. عاش، دخلوا ضربوهم، بس الكرة عمالة تلزق في رجليهم مش عارف ليه يعني. طب ايه، طيب وانا اللاج ده بضين فشخ.
بواضين فشخ. في ناس بتسهر على الفيديوهات دي بجد وبيتبسطوا يعني. فانا مش حابب اقدم لهم حاجه بضان. ان شاء الله هنجيب تليفونات قريب ان شاء الله. ان شاء الله يا جدعان. بص انا بلعب على 3 فريم يعني. ده 3 فريم اللي احنا بنلعب عليها دي بس. حلو. الواد معاه هنري وانا خايف منه بصراحه يعني. حاسس ان اللي هيجيب فيها هدف هنري. ماشي انا مقفل عليه والله. انا مقفل عليه عشان اخدها منه. سبحان الله. ليه ماتيوس؟ ليه سبتها يا ماتيوس؟ طب ايه ده؟ انا قلت هنا اللي هيجيبها. وسبحان الله تشيك مع انها متشاته ضعيفه خالص بس جت يعني. فاهم؟ انا بصراحه ربنا ده ظلم يعني. ده ظلم. ده ظلم وافتراء. ايه الشوطه دي وازاي تيجي بالشكل ده بصراحه؟ بس حلو. عاش عاش يا صغيره والله. دخلت جبت. على فكرة أنا مش بحتفل، أنا قصدي إن أنا أبرد الموبايل عشان خاطر يشتغل معانا كويس، عشان إحنا لسه هنلعب تاني، لسه هنلعب تاني كده ونصور تاني. يلا أستر. فأنا ببرد الهوا شوية، ببرد الموبايل بتاعي شوية. عاش ياض يا ظاهرة. بس يعني هدف هنري ده ما يجيش يعني. توقعت إن هنري هيجيب فيها هدف بس مش بالبضان ده. ماتيوس اتفشخ. اوف. بس حلو عاش. طب يا رجاله ممكن دفاع يا رجاله ممكن. يا رب ما تيجي يا رب. بس الحمد لله. تعادل حلو. تعادل حلو عشان كده كده ايه هنري اساسا الهدف بتاعه سلك. خلونا نكون صراحه، الهدف بتاع هنري ده كله سلك، كله سلك من الالف للياء يعني. انا بصور بقالي 41 دقيقه وحاسس الموبايل هيشتمني بجد يعني. فاهم؟ الموبايل لو بيتكلم يقول لي ايه يا اسطى انت عبيط. بس ماشي احنا لحد ما كويسين. طيب اللبس حلو، اللبس حلو مش محتاجين نغيره. بس انا محتاج راستر اللعبة بصراحة. محتاج راستر اللعبة كده عشان يهدى ويشتغل تاني كده برفرش اكتر وبحاجة حلوة يعني. متظبطة متظبطة كده ومترستقة. خير خير. اعمل لايك اصلا، اعمل لايك اصلا واشترك في القناة كده وولع الحكاية. في قناة تانية بنتكلم فيها عن مشاكلنا اسمها هادي على القهوة، هتلاقي في كومنت مثبت، روح شوفه يعني لو انت ما شفتوش. ولا معنى حاجه. والحمد لله ان احنا جالنا مارتينيز. انا مارتينيز هل يستاهل ان انا اطوره باربع نسخ ماسكرانو ونلعب بيه ويبقى معانا كده كتبديلات ينزل ولا لا؟ يعني اكتبوا لي تحت في الكومنتات. انا شايف انه لا يا عمي. افكس افكس مارتينيز. بس في ناس بتلعب بيه. فالناس اللي بتلعب بيه تقول لي يعني رايها ايه. لو قالوا لي، لو اقنع، لو في كومنت اقنعني هعمل كده. مفيش خلاص فكنا احسن. ضغطين ضد البرتو. اوفر 104 وشكلها ولعنا معاه. اوفر 104 في كل حاجه، اوفر 104 في كل حاجه. ومعاه زيبيو وبيست ورافائيل لياو. ماشي ماشي ماشي. وماتيوس وديونج كوندي. خلصانه يابا. ايه كل الناس دي؟ ايه كل؟ ممكن نقفل البتاع ده. بس الساعه كام؟ الساعه 8:30. لازم اخلص قبل 9 الفيديو ده عشان يلحق ينزل يعني. يا رب ينزل يعني. بس ان شاء الله هلحق انزله. طب ايه؟ طب ايه اللاج ده؟ ايه اللاج ده ليه كده يا اسطى؟ ها المروحه اهي، اهي المروحه. طب العب المباراه دي وخلاص بقى. بجد بجد العب المباراه دي وخلاص، العب المباراه دي وخلاص يا جدعان. معلش السخونه بت لذينه يا ابن اللذينه. حرام عليك يا جدعان. صدوا له الكورة يا جدعان. امبابي يا جدعان صدوا له الكورة. لا بحس المباراة دي محسومة يا جدعان. بحس المباراة دي محسومة قوي. ايه؟ طب انا حاسس الكورة بتاع معاه بتسلك. حاسس الكورة معاه بتسلك قوي. حاسس الكورة سلك. يا لهو عليك يا خرا. لازم تستلم الكرة وتقف حبة. لازم طب انا لو ما عنديش لاك
وفي المود اللي انا فيه ده، انا بصه كنت طرشت الدنيا والله. ماشي، بص انا بحاول اهو، بص بحاول، والواد عبيط وكان هتحصل غلطة منه شنيعة ان هو هيدخل الكرة في نفسه، بس يعني في لاج، في لاج، اللاج ده منعنا يعني، في كده في لاج بضين، بس اللبس بتاع الفريق ده حلو بصراحة اللي انا لابسه. يلا الواد بص بيدافع عن شرفه. طب ايه ده، ازاي ما دخلتش او ازاي اتبشتت كده؟ اوعى تكون من انا يعني. ايوه ده اكيد الدفع، اكيد حد طلعها. كان داخل، كان داخل يسكع الدنيا، كان داخل يطرش الدنيا والله. ماشي خلصان خلصان، كنت بتاع داخل بينادم. ماشي نلعب بقى على يا اسطى. ايه اللاج ده يا عم؟ عادي، ده انت زمانك طلع عينك يا اسطى، انا خايف التصوير يبوظ مثلا. اه كنت حلوه، كانت تعدي، بس لو كنت عديت كانت هتتاخد مني، فيعني اللي انا عملته صح بصراحه. اخ الواد، انا الواد عامل عليه كماشه والله، لو هو اللي جاب في الاخر الهدف ده، ده ظلم. هو معايا زيبيو، انا ماشي على عينه وعلى راسي، بس ده ظلم. يلا طب ايه، طيب قفل يابا، قفل يابا. يا لهو علوك، مش قصدي ده والله، قصدي اللي جنب مبابي، بس يعني هي ليجت فالباصة عليت، ده من الموبايل نفسه. ماشي نهدي اللعب، نحاول نتعلم اللعب في كيف تلعب في 2 فريم. يلا العيشة جدا والله العظيم، ماسك كرة على الواد وفشخه والمصحف. تعب تعب الظاهرة خلاص. لا لا، فصل فصل، ده انا فصلت، ده انا عايز الواد يجيب هدف، ده قداميش حل خلاص. الحمد لله، قدر الله ما شاء فعل بجد، فاهم؟ الحمد لله، هو الموبايل بتاعنا هو اللي ابن لذينه فشخنا بصراحة، يعني هو الموبايل هو اللي فشخنا مش الواد، الموبايل مش مساعد. في الاخر الواد، والواد معاه زيبيو 30 رانك اعلى نسخة ما شاء الله يعني، بس احنا اللي كنا والله العظيم احنا اللي المفروض نفوز بجد، يعني احنا اللي المفروض نفوز، احنا تعبنا فشخ، تعبنا فشخ بأمانة يعني. انا مش بس المفروض اتعادل، انا المفروض افوز بجد، تعبت تعبت في المباراة دي بجد، وانا اللي كنت يعني، حتى الاحصائيات بتاعتها هتلاقوها يعني، اللي هو انا حاسس المباراه دي ظلم، فاهم؟ حاسس المباراه دي فاهم ظلم، اللي هو في الاخر جت كره للواد بزيبيو وخلص. والله العظيم بص الاحصائيات، يا لهوي الاستحواذ بتاعنا 65%، دقه التمرير 95%، التسديد على المرمى 2 و2، بس انا كنت هناك طول الوقت، كنت ماسك كوره، في الاخر هو اللي فاز. ظلم ظلم ظلم. ماشي عامة خلاص، نكلوز على كده ونتقابل تاني بعدين، عشان خاطر الدنيا مليجة قوي، صعب ألعب في الجو ده في الأجواء دي صعبة. نتقابل تاني بعدين، سلام وزير الجنة.